أهلا بكم من جديد. دعا وزير الخارجية الفرنسي جان لودريان من الجزائر إلى مشاركة أوسع لدول جوار ليبيا للبحث عن تسوية سياسية للأزمة. وقال لودريان عقب لقائه الرئيس تبون: دور دول الجوار أساسي لأنها أولى الجهات المعنية بالمخاطر التي تشكلها هذه الأزمة، ويمكنها أن تلعب دور استقرار مع الجهات الليبية على عكس تدخل القوى الخارجية. موقف لودريان جاء في وقت مني فيه حليفه خليفة حفتر بهزيمة قاسية، ويبدو أن تصريحاته جاءت لتعيد التموضع الفرنسي في ليبيا من خلال دول الجوار. نتابع التقرير. فرنسا تعيد ترتيب أوراق سياستها الخارجية بخصوص الصراع في ليبيا من خلال زيارة وزير خارجيتها جون إيف لودريان. لودريان دعا من هناك دول الجوار الليبي إلى لعب دور أقوى وأكثر فاعلية في حل الصراع، كما أكد على تقارب وجهات النظر الفرنسية والجزائرية بخصوص الدفع بالسبل السلمية والسياسية من أجل وضع حد للأزمة الليبية. هذا وقد أشاد وزير الخارجية الفرنسي بعد لقائه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بالعلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين، مؤكدا على الدور الجزائري المحوري في الملف الليبي، واصفا إياه بأنه قوة توازن تفضل التسوية السياسية للنزاعات في إطار متعدد الأطراف. يرى محللون أن التعريج الفرنسي على دول الجوار الليبي يأتي بعد الانسداد الذي وصلت إليه الجهود الفرنسية في التموضع في ليبيا بعد فشل رهانها على حفتر وقواته، وبعد الدور التركي المؤثر والفعال في قلب موازين القوى لصالح حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، والذي حجم بشكل كبير دور الدول الداعمة لمعسكر حفتر. الرهان الفرنسي على دول الجوار الليبي وخاصة الجزائر يبقى محل تساؤلات، خصوصا في ظل استعداد الجزائر للاستفتاء على الدستور الجديد والذي يحمل بين طياته تغييرا لعقيدة جذرية كانت راسخة في المؤسسة الجزائرية العسكرية بشأن عدم التدخل المباشر في الأراضي الأجنبية، بالإضافة إلى التقارب التركي الجزائري في الموقف بخصوص ليبيا ودعم حكومة الوفاق. فهل ستنجح فرنسا في ظل كل هذا في محاولتها الجديدة لإعادة التموضع في الصراع الليبي؟ مشاهدينا، للمزيد ورحب بضيفي عبر الهاتف من الجزائر دكتور عبد العالي رزاقي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الجزائر. ورحب بك دكتور عبد العالي، كيف تقرأ هذا الموقف الفرنسي والذي جاء من الجزائر، دلالة إطلاق هذا الموقف من الجزائر تحديدا؟ هو جاء كرد فعل على تصريحات سيد تبون فيما يتعلق بثقته الدائمة في رئيس الجيران في ماكرون، وبالتالي كأنه رد فعل أو رد جميل. النقطة الأولى، فرنسا لا تريد حل سلمي نهائيا، هذا كلام يقال في وسائل الإعلام، ولكن الحقيقة هي تريد إعطاء شرعية للجزائر، بمعنى أن الجزائر إذا أصبحت طرفا وأصبحت يمكن أن تلعب دور بدعم من الفرنسيين، فإذا من فقط تستطيع السلطة الحالية أن تكتسب شرعية، خاصة وأن هناك مشاريع أخرى تبدأ في ديسمبر بعد الاستفتاء، وهي متعلقة بالجيش الجزائري، الصلاحيات التي أعطاها الدستور للرئيس عبد المجيد تبون في المادة الأولى والثانية والثالثة. هذه المواد يؤكد بأنه له حق بعث وحدات من الجيش إلى الخارج. طبعا يفترض أن الصلاحيات هذه من صلاحيات البرلمان. طيب، هل دكتور عبد العالي، هل تحاول باريس أيضا إنقاذ نفسها من الورطة الليبية بعد هزيمة حليفها حفتر من خلال التماهي مع الموقف أو المقاربة الجزائرية في ليبيا؟ أنا أرجح هذا الرأي، وهو أنها محاولة إنقاذ نفسها، ولكن في الوقت نفسه هي تدرك بأن أصحاب الحل أو أصحاب القرار هما اثنان، روسيا وأمريكا، أمريكا عبر أردوغان عبر تركيا، وبالتالي هذان الطرفان مؤثران في المنطقة الليبية، ولهذا هي تحاول بقدر الإمكان على الأقل إعطاء الانطباع بأنها أولا تساعد السلطة الجزائرية، ثانيا أنه يمكن للسلطة الجزائرية
الجزائري أنت تلعب وفيد. الحقيقة التي يجب نعرفها أن نعرفها جيدا وهي أن المفاوضات في الشقيقة المغرب والمفاوضات التي ستبدأ في الشقيقة تونس استبعدت الجزائر، وبالتالي الحديث عن دور الجزائر أعتقد لا معنى له. النقطة الأخرى أن قوة الدولتين الدول الأمريكيين، طبعا الانتخابات الأمريكية ربما تؤجل الحل، ولكن في جميع الحالات المشكلة ستبقى معلقة بين دولتين، بين روسيا وأمريكا. طيب يعني أشرت إلى تركيا، وكلنا يعلم الآن الصراع الفرنسي التركي. عندما يتحدث وزير الخارجية الفرنسي بأنه أو يدعو دول المغرب العربي إلى لعب دور أكبر مع الجهات الليبية التي يعني يمكن أن تسعى إلى استقرار ليبيا على عكس تدخل القوى الخارجية، وكأنه يعتبر بأنه فرنسا هي طرف داخلي وليس طرف خارجي، كيف نفهم العقلية الفرنسية في التعاطي مع هذه القضية؟ أولاً ننطلق من العقلية الجزائرية الحاكمة، لأن نفس العقلية الجزائرية الحاكمة تعتقد بأنه يمكن أن تلعب دور في عوض فرنسا في ليبيا، وهذا الدور طبعاً سيدعم من طرف الفرنسيين. ولكن هذه العقلية لا تذهب بعيداً. لماذا لا تذهب بعيداً؟ لأنها مرتبطة بعدم شرعيتها. عندما تكون ليس لك شرعية داخل السلطة وتواجه مشكلة، من الصعب أن تكتسب شرعية من خلال التدخل أو محاولة إيجاد مخرج لدولة شقيقة. ليبيا مشكل أعمق مما يتصور كثير. المشكل أساسا الآن هو أن السراج ممكن يستقيل، إذا استقال سيزداد المشكل تحديدا. لماذا؟ لأن السلطات الجزائرية وقعت في خطأ. يفترض منذ بداية الأزمة أن تكون واضحة في الموقف، بمعنى أن تأخذ موقفا لصالح السراج. لماذا السراج بالذات؟ لأن حكومة معترف بها دوليا. ممكن تقف وسط ونقول نحن نستطيع نلعب دور الوسط بين الطرفين. أي طرفين؟ كاين عندك حكومة معترف بها دوليا، وكاين جهة أخرى تريد انتزاع. هذا هو الحقيقة التي يجب أن نتحدث عنها. نحن نتحدث عن شيء لا وجود له، أنه وهو أننا نقف بين طرفين ويمكننا أن نلعب دورا مهما بين الطرفين. العلوم السياسية في جامعة الجزائر، كنت معي عبر الهاتف من الجزائر، والمعذرة مشاهدينا لرداءة الصوت وذلك من المصدر.